هدية لروح الفقيد الشاب الثالثة، بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة، وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء، يا بدورا يا بدورا غالها الخسف، لكن لم تزل في الهدى بدورا تماما. حاولت نقصها العدا فأبى الرحمن إلا لنورها الإتمام. حر قلبي لسادة أزكياء في الطوامير خلدوا أعواما. أرهق الطفل والمراهق منه بالملمات يقظتان ومناما. أرضعوا طفلهم لبان الرزايا، ويلي يا ويلي، وأعدوا له الحسام فطاما. قتلوهم شردوهم عذبوهم، قتلوهم وما رعوا لرسول الله إلا في آله وذماما. الأقمار اللي بمنازلنا يزهروا، والليل كل من العبادة ما يفتروا. سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصون في فرد ساعة، والسدوهم حر لترا. انت لو شفت جسم الله على المسنات مطروح،
وذاك الشباب اللي صباح العريس مذبوح بعد لو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوح ما خلت لنا كربلا شيخ ولا شا بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور ومر باب تعاينة ودمومه قلوبنا فتها بونينا وعينه الدور كل ما طلع منا بدر بالمعركة غا لكن مصيبة الله يا حزني علي أنا عاينت صدر حسين تحت الأعوجية حرقوا خيمنا وركبا مطية شحجي يا ابو حمزة شعدد منها المصا قال لا يا شبل المصطفى ورب السيادة انتو صار القتل لك يا هل هالبيت عاد بعد وانتو كرامتكم من الله الشهادة معود على كثر المصايب يا ابني الاطياء اكو بعض ناس ما تبكيهم اللي دخلت زينب على يزيد قال لما نكست راسي لجل ذبح الصناديد ترى ما قصروا بالغادر يا زلزلوا البيت لكن نكست راس دخول زينب الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم نظرتان لواقع هذه الحياة أكو نظرة ظاهرة سميها القرآن ملك يعني مادة الدنيا
الطبيعة، وبالمقابل أكو نظرة باطن سميها ملكوت، وهذا هو فرق الملك عن الملكوت كفرق الظاهر عن الباطن، مأخوذ من قوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، يعني حقائق بواطن أشياء. إحنا مشكلتنا في هذه الحياة الدنيا أننا لا نرى إلا ظواهر شكليات بس، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما نشوف ولو نلبس أي نظارات دنيوية ما تنفع، يحتاج أن نستبدلها بنظارات ملكوتية تكشف لنا حقائق بواطن أشياء. فإذا نظرنا لواقع هذه الحياة الدنيا بنظرة الظاهر نراها دار بلاء، شقاء، غصص، نكد، هموم، مشاكل، نوايب تندك على رؤوس العباد ليل نهار إلى درجة واحدة من حياته ويكره دنياته. نشوف هالمآسي قدامك تقول لا خيرة الله فيها من دنيا، لكن إذا نظرنا إليها بعين الباطن شوفها لا والله حل الدنيا زينة حلوة فيها خير وصلاح، بل يكره للمؤمن تمني الموت، مو زين، يستحب أن تدعو له بطول العمر، كلما عاش أكثر كلما ازداد في الطاعات يتضاعف له الأجر. وهذا هو طريق الجمع بين الروايات الذامة والمادحة. أكو بعض روايات تصور إليك هالدنيا هاي تصاوير بشعة، فظاعة وشناعة، كلش مو زينة. اتباعد، بل إن حب الدنيا رأس كل خطيئة، ومن تتعلق بها ستأتيك سهامها الغادرة غدارة الدنيا. أكو رواية جدا غريبة أنا كثير أتأمل فيها، تقول الخير في باطن الشر من داخله من أعماقه. إيش هالكلام هذا؟ يقدر الحين واحد شباب يقوم يشرح لنا معنى هالكلمة؟ هذه سنة قرآنية، ما ضاقت إلا وفرجت وإن بعد العسر، فيها يسر فيها خير وصلاح وألطاف. شوف حكمة ربك من وين تنفرج ما تدري، احنا ما نشوف لذا نجزع نسخط، بل قد يصل من الحال إلى درجة الاعتراض على قضاء الله وقدره. ليش؟ لأن ما نتحمل، ننهار ويبقى لها صبر. الدنيا هاي اللي ما عنده تحمل وما عنده إرادة قوية يروح ينزلق، شو بعض الناس يشقق ثيابه يقتل روحه على بلية من بلاياها، تحتاج إلى صبر وتحمل. ثق وتيقن أخي المؤمن، لو يكشف لنا عن بصائر قلوبنا ونتعرف على حقائق بلايانا وما أعد لنا فيها من خير وصلاح لوقعنا على الأرض ساجدين شاكرين حامدين قائلين ربنا إن كان هذا يرضيك فخذ حتى أتى. هذا منطق التسليم، يقول رضا بقضائك، تسليم لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. ليش؟ لأن ما ندري وين صلاحنا وين خيرنا. يقول لي ياهو أفضل عندك، صحة لو مرض؟ قال يبعويش. قال زين أجبني، الحياة أو الموت أيوه أحسن؟ بعد حد يسأل الغنى لو الفقر؟ أكو بعض ناس عندهم نباهة. يقول الإمام سلام الله عليه حاشا يعني يثرثر بكلام ما إليه معنى، أكيد يوصل إلى شيء. فقام عكس السؤال، قال أنت شي تقول يا ابن رسول الله؟
يا هو أفضل عندك صحة لو مرض، غنى لو فقر، حياة لو موت. فتبسم الإمام الباقر سلام الله عليه ونظر في وجهه قال: أيهما اختاره الله لي هو خير لي. وش تتوقعني بقول؟ يعني احنا ايش مدرين عن صلاحنا؟ اكو بعض ناس من لا يصلحه الا الفقر، ولو اغنينا بلوى يخرب. وبعض ناس لا صلاح له الا بالغناء، ولو افقرنا هم مشكل. واذا بمشينا على مزاجياتنا خربنا، راحت الدنيا كلها. هو يتابعنا وهو الحكيم سبحانه الذي لا يتصرف تصرف عبد. كلها إليها أسرار وحكم مشيئة. أنت خو ما بتصير أرحم من الله على عباده؟ فإن الله أرأف بعباده من الأم بولدها. قد تخفى هذه الحكم حتى على بعض الأنبياء من أولي العزم. أزيد من موسى خفيت عليه، ما تحمل، كاد أن ينفجر. يقول له تعال انت ايش سويت؟ وش هالبلوى هاي؟ شباب وش حالاته؟ يمشي في حال سبيله، هذا تقوم تقتله؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال يلا امشي، هذا فراق بيني، مو شارطين عليك، لا تتحجج، لا تتكلم، أنا العبد مأمور، ما فعلته عن نفسي، أوامر تنزل وأمشي عليها. إشلون يعني؟ الله مأمر عليك تقتل هالولد هذا؟ جدار سكتنا، سفينة وسكتنا، لكن هالبلوى هي كيف أتقبلها؟ يوم بعدين كشف له عن أسرار القضايا، قال هالشكل يعني أنا اللي ما دريت. يعني هاي سفينة قال وراهم ملك يأخذ كل سفينة نصبة، إحنا قلنا نعيبها يشوفها يعوفها، وكنجيناهم خلصوا من جور ذلك الملك، ولا كان حوش عليها كلها، راحوا وصلوا بلدهم بخير وسلام. اي والله انت نفعت الاوادم، خوش شغله سويت، ظاهرها بليه بس اكو فيها خير وصلاح لهم من حيث لا يشعرون. وهذا الجدار قال كنز يتامى، اراد ربك ان يكبر هؤلاء اليتامى فياخذوا كنزهم قبل ان يتهاوى الجدار فيعثر عليه احد غيرهم. اي والله انت لو قايل لي انا ما دريت هالشكل يعني. وهذا غلام فيها سر فيها شيء، هل تسائلني خو ما مطلع على اسرار المشيئه الالهيه، لكن لادري حتما طالما انه حكيم فلا يتصرف الا بحكمه، فيها صلاح فيها خير. تدري أبدلهما الله عز وجل عن ذلك الولد ببنت أنجبت لهما 70 نبي من أنبياء بني إسرائيل، يعني صارت سلالة مباركة. بهل تشوف أنت تقول بلية تقول مصيبة، صار فيها الخير فيها الصلاح، كل شيء له حكمة، كل شيء له معنى، ماكو شيء عبث. ما خلق الله حتى الشر، ناس يتصورون ان الله يخلق الشر، لا ابد. اكو فرق بين البلاء، البلاء نعم يصدر منه بصريح القرآن ولنبلونكم بشيء، شوي مو زيد بعد، بشيء من بعض، يعني من خوف وجوع ونقص اموال وانفس وثمرات، ثمرات يعني ثمرات القلوب، لأن هاي أعظم مصيبة على الإنسان فقد ثمرة القلب. الولد يقول هاي مصيبة لا يستشعر بها إلا الذي ذاقها. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات
من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. البلاء يصدر من نسب البلاء إلى الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الله يبتليكم. أما الشر حاشاه، ما يصدر منه شر. الشر هو الانتقاص، سلب الملكات، انتقاص الكمالات. ما يخلق شر، ماكو شيء شر الله يخلقه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هم يتسببون، هم ينتقصون، هم يظلمون، هم يعتدون، أما الله عز وجل حاشاه. ماكو شيء عبد، حتى إبليس. إبليس واحد يقول هاي ويش هاي تخلقه، أحين تجاي بدنيا خوش دنيا تريدنا نعبد، إنزين وإذا حطيت إبليس على رأسنا خرب الشغلة كلها، يوسوس ويغوي. أنت تدري لو ما خلقت إبليس كان حتى جهنم ما نحتاج، كل جنة وقع على الأوادم. أليس خلقة إبليس نقضا للغرض الذي من أجله خلقتنا؟ أوش فائدته؟ وهالظلمة الطواغيت الجبابرة صدام هتلر حجاج يزيد شمير، شوف عاد الأسامي اللي من تسمعها ما تتوفق بدنياتك، هاي شو تسوي فيهم تخلقهم؟ أحيي الدنيا على أفضل حال تقوم تخلق لنا هالصفحات السوداوية المعتمة، وش فائدة هؤلاء؟ وانت وش تبي يعني؟ تعال خبرني، تبي دنيا ما فيها ظالم، ما فيها مجرم، ما فيها مذنب، يعني قصدك تبي الناس كلهم صلحاء، كلها أخيار، كلها مؤمنين؟ ما صارت الدنيا أي جنة التي أعدها الله لعباده المتقين، اسمها فيها دنيا، دنيا يعني عالم التضاد، عالم التصارع، عالم التنازع، وحالاتها بمتضاداتها. هالتمام الحكمة ليميز الله الخبيث من الطيب، هي دار البلاء، دار الامتحان، تمام الحكمة ذلك. وإن كان حتى هو الظالم ما داري لو إيش الله خالقنا، وين الله حاشرنا، خو نمشي عليه؟ بل يمكن لسان حاله هو يعترض، يقول أنا تخلقني، ما تدري عني، إذا أنا تخلقني أنا سأقتل الحسين. يلا معلوش خلقني، تدري أنت أو لا؟ إذا أنا تخلقني سأهلك شعبا بأكمله وسأعيث في الأرض الفساد. أليس إيجاد الظالم ظلم له؟ قل لا لا، على العكس تماما، بل عدم إيجاده هو الظلم بعينه. لما؟ سببين، عدالة وحجة. شوي دير بالك ونختم. عدالة لأنه ممكن الوجود، يعني عنده إمكانية هو في الإنوجاد أو لا، ممكن يصير، إيه طبعا هو ممكن وليس عدم، ممكن الوجود. وأدل دليل على إمكانه حدوثه، فلو لم يكن ممكنا لما حدث، لو كان عدما لما وجد. سلب هذا الحق، يعني حق الإمكان، حق الإنوجاد عنه، هو الظلم بعينه. وحاشا لله أن يظلم أحدا، لا قبل خلقه ولا بعد ذلك. اثنين، حجة، يعني باكر يوم قيامة يلا يزيد قوم ادخل نار الجهنم، لو ايش؟ قل ايه، لان انت لو قدرنا وخلقناك في هالدنيا كان بلوى، انت بتقتل الحسين. وش الدليل؟ دليل لا، انا ما قتلت اصلا. تدري ينقلب العدل ظلم، لان ما يجوز قصاص قبل جناية. همثل وضع الأستاذ مع طلابه سنة كاملة يقضي عام دراسي، يلا وزع شهايد، يقول لا قعدوا خل أعطيكم لو ساعة واحدة، ويش؟ مع أن علم الأستاذ محيط بوضع طلابه وعارف منه ناجح ولازم يعيد وما يعيد، بس ما تتم الحجة، هم باكر يتحججون عليه ليش وكيف وما كيف. هاي دنياتك كلها احنا نازلين ساعة امتحانات، بس سوي وظائفك،
أدي مسؤولياتك وامشي، روح باكر تاخذ شهادتك هناك. مو الله يودي أحد جنة ولا يقود أحد إلى نار أبد، الإنسان بعمله هو يقود نفسه إلى جنة أو إلى نار. يقدر واحد يتكلم يقول هاي شهادتك، هاي أعمالك، هاي جرائمك، هاي قبائحك، إيش سويت أنت بدنياتك؟ يلا فتتم الحجة الإلهية البالغة على الخلق أجمع، هم بإرادتهم بمشيئتهم بمطلق اختيارهم سلكوا هذا الطريق وانتزعوا قلب الحسين بإرادتهم، ما حد جابرهم أبدا. انتهكوا تلك الجريمة التي اهتزت لها السماوات. يوم راد السيد يوصل نزل القلم من إيده، كتب كلمة يقول فهو العرش، يريد يقول سقط الحسين، قال لا هاي كلمة صعبة ما أقدر أقول، استخدم هالتعبير هذا فهو العرش، يقول للثرى وادلهمت برماد المصاب منها النواحي، حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا، نادت ثلاث مرات حبيبي يا حسين نور عيني حسين ابن والدي حسين إن كنت حيا فأدركنا. ما تقوم أبو علي، هذه الخيل والرجال قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله، ساقت الريح كلام العقل إلى مسامع الحسين. أبو الغيرة، أبو الإنسانية، اتجلد بأبي وأمي، قام على قدمي، مشى ثلاث خطوات فكبى على الأرض، ما تقدر أبو علي. قام الثانية خطى خطوات لم يتمالى، ياك أخذ يتمايل يمينا شمالا فكبى على حر وجهه. قام الثالثة مشى خطوات أعياك كثرة نزف الدماء وحرارة الشمس وشدة العطش ولهيب الجو وكثرة الجراحات، فسقط الحسين على الحسين، رمقها بطرف نادى أخي زينب سامحيني، معذرة إلى الله وإليك يا أخي وزينب على التلشاب حل حسين بالعين تشوفه موسداه ش العالم بلونين، صاح الرجس بن سعد وانل يذبح حسين، فتت مرايرنا بهالونه الخفيه حسين، تناخوا على حز الكريم وصار لصياح، وكل من بنا يم ارتعد من خزرته وراح، ومن الرعب حتى من ايده صار مطاح، وسفا غش عليه وبقى مدرمي، يعني ماكو احد تمكن ان يقترب من المولى الا ذلك الشقي اللعين شمر الخنا. ويلي يا ويلي
شمر الخنا من عاين مغشي لفالة وصدر حوى الأسرار من رب الجلال. رخصتكم يا غيرة الله ابن الرجس داسة من عالة وفتح عيونه وانتبه شبل الزكير يقول لي يا لعين انزل عن صدري فلقد اوهيت قواك. يقول لي اش مرادك قال قصدي حزي راسك ما حد جسر غيري على صدرك وداس اياك ابو علي راح القوام عندك وشدة مراسك وانا الذي بجرع كاس المني. قل السبط ما جيتني بحومة الميدان وقت اشتعال الكون ومجاول الفرساء وانا وحيد فيضت بالجثث وديان تلقى المنايا كان لو قربت لي انا قبل انجد اللولي حت لي يا ابني لو غايب واثبتت لي خليتك اوذر فوق لها يا لكن العطش ما خذني والمثلة بالفاد معلوم تتجاسر يا ابو الذات الرديء لك فخار في ذبحي والزلزلة والصاي قال الشمار ما ينفع يا ولي يا حسين راح بيك انتهى ازنى الفرصال لانك عفير الطاء دقعت ترى وتواعى يا مشرد الخيال جمرة غضا في جفي وجمرة عليها واطي وخيل تدور علي يا ولي وخيل على فسطة سهم العداء الله على قلبك أبو علي سهم العداء صايبني وسهمي عليهم خاط وأنا أدور واحد يسرج على ميمو ظمآيان ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذاب يا الله تقبل عزائنا اشفي مرضانا فك أسرانا سهل مطالبنا إلهي خذ لنا بحقنا ممن ظلمنا وانتهك حرمتنا إلهي فك قيد أحبتنا أرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين إلهي احفظ شبابنا وشاباتنا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك
الفقيد السعيد الشاب الغالي من اجتمعنا اللهم لأجله وسببه. اللهم ارحمه برحمتك، أسكنه الفسيح من جنتك، لقه منك رحمة ورضوانا. إلهي اشف صدره بالحسين، نور قبره بنور الحسين، ثبت له عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين، وارزقه اللهم شفاعة الحسين يوم الورود، واخلف على أهله في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين. إلى روحه وأرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان، نهدي للجميع هذا اليوم ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.